لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل ال 12، ومواليد العذراء النهاردة عندهم تأملات أكتر، ويميلوا يعني للتأمل وللملاحظة، وده هيساعدهم إن هم يحددوا المشاكل اللي بيعانوا منها ويحددوا أسبابها. بس مطلوب منهم إن هم ما يعلنوش عن خططهم ولا عن أفكارهم واستنتاجاتهم.